وسهلا الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه مش تصبيح على غاديو ميد. احنا النقاش هذا يتكمل في الكواليس ويبدا على خاطر حبيب التحق بينا في الاخراج توا. مرحبا بيك حبيب باش يكمل معنا مش تصبيح لليوم. سينون باش نحكيو على ايفينمون قاعدين يحضروا لها توا اللي هي باش تكون مسابقة ولا في شكل مسابقة باش تكون خاصة بالنساء الرائدات في خمسة قطاعات. الرائدات النساء الخمسة قطاعات هذوما تنزيدوا نحكيوا عليهم أكثر ونعرفوهم شنو والتفاصيل متاع المسابقة هذه باش نعرفوا عليها ونفهموها أكثر مع مدام سهر مشري خرات. هي ديريكتريس متاع مجلة لو ميناجر دونك حاضر معنا بالتليفون. مدام سهر مرحبا بيك. مرحبا بك فتحية ومرحبا بمستمعين الجمال. شكرا لك مدام سهر ومرحبا بك. دونك اش نحكيوا على هالمسابقة هذه يا قاعدين بديتوا انتم تحضروا لها ان شاء الله وما زلت مكملة دونك وش تصير ان شاء الله في مارس تنزيدوا نعرفوا تفاصيل اكثر بخصوص المسابقة هذه. هي باش تكون خاصة فقط بالنساء الرائدات في الأعمال. صحيح فتحية كما أنت قلت هي جائزة ينظمها كمجلة المانجير ان بارتنريا مع الفونداسيون فريدريتش ناومن لبعثات المشاريع النساء اللي بعثوا مشروع ويلزم المشروع عنده عام معناها في مارس يبدا العام وتهم خمسة قطاعات كما أنت قلت مثلا الصناعه الصناعات التقليديه الخدمات تكنولوجيا المعلومات الثقافه وفي الفلاحه النساء بعثات المشاريع باش يشاركوا هما معناها في انابيل كانديداتور باش يدخلوا معناها باش يعمروا استماره على لو سيت ft.lemanager.com دونك فام FET هي فام انتربرونور دو تونيزي ومن بعد كاش فما خمسه معايير باش يكون تقييم عليهم الملفات هذوما اللي هما الانوفاسيون معناها القابليه تاع التجديد البيريتي نتاع المشروع اسكو هو معناها البيزنس موديل اللي هي اللي بيرن للي الاثر الاجتماعي الامباكت السوسيال قداش من عام يخدم معاها اسكو فما معناها يا اون ايفولوشن بوزيتيف نتاع لو نومبر دومبلوي هذايا والاثر على المناخ واسكو فما معناها des actions sociales et sociétales. D'accord. Ou on a une petite discrimination positive dans les régions défavorisées, les hommes à l'intérieur. D'accord. Donc on a chercher NC. Mais بعد الخمسة الأولين من كل قطاع, elles vont pitcher. معناها 25 candidates vont pitcher devant le jury. باش نخرجوا la lauréate نتاع كل قطاع. ومن لي 5 لوريات هذوما فما وحده اللي باش هي الفا ايتر ايلو لونتربرونور دو لاني واللي الفا فير لا كوفيرتور نتاع لو ماجازين دو موا دو مارس والكلهم لي 5 لوريات باش يكون عندهم اون انترفيو افيك اون فوتو معناها سور توت لا باج في لو نيميرو هذايا نتاع لو موا دو مارس كي فا ايتر ديديي للايفينمون واللي باش نوزعوه في لا سيريموني اللي كنعملوها ان شاء الله ال 1er مارس دونك لي لوريات باش يربحوا دونك ان تروفي او ان شيك من عند اون انتربريز سبونسور هذا ليفينمون اللي نعملوه اون بارتنريا مع دي انتربريز كي هما سبونسوريز لي بري معناها معناها هذوما مش الفايز هذوما اللي باش يوصلوا لمراحل متقدمه من المسابقه اي هذوما اللي باش يربحوا اما اللي باش يشاركوا كلهم عندهم باش معناها باش يربحوا معناها باش يشاركوا في ورشات تدريبيه كلهم باش يعملوا ان اتيليي دو ديفلوبمون بيرسونيل من بعد ما يخرج الريزولتا لو سامدي دا ومن قبل البيتشي دونك باش يعملوا دونك ان الو مدام سهر
تقص التليفون، دونك نحاولوا نتصلوا بها مرة أخرى باش نكملوا التفاصيل متاع المسابقة هذية اللي باش تصير، وخاصة بالنساء الرائدات في الأعمال في 5 قطاعات. وما بين ال5 قطاعات هذوما بطبيعة المشاركة باش تكون مفتوحة للجميع، باش على الموقع باش ينجموا ينخرطوا في المسابقة ولا يشاركوا في المسابقة هذية. بعد ما يتم التسجيل يتم بعد التصفية على باعتبار مجموعة من المقاييس، بعد الاختيار متاع 5 نساء من كل قطاع بطبيعة باش يتم التتويج مع اللجنة الموجودة لامرأة واحدة من النساء الرائدات هذوما، وباش يكون بطبيعة عندها الجائزة. ولكن زاد الحلو اللي حكيت فيه مدام سهر انه الناس الكل اللي باش تشارك ونساء الكل باش يشاركوا كيف كيف عندهم معناها مربوح ولا ربح رمزي معناها تشجيع عليهم هما. ومهمة الحكاية دي خاصة وأنها تهتم بالنساء الرائدات في الأعمال الجديدة والمشاريع الجديدة لتشجيعهم في الموضوع هذي. ذيك علاش دونك رجعت مدام سهر. مدام سهر مرحبا بك من جديد قصة التليفون. مرحبا بكم يا عيشك. نكملوا دونك، قلنا احنا حكينا على المشاركات الكل باش يكون عندهم معناها جوائز خاصة معناها ربما تشجيعية باش يشاركوا في تاشات تدريبية. أيوة. وقلت لك وال25 ببعثة كمشروع اللي باش توصل للفاز 2 عندها برشا اخرى باش يعملوها تاع الكرياسيون دو فالور دون ان بروجي اي لو بيتش مع مدام بهية بجار اون كولابوراسيون افيك لو كابيني بيت معنا فهمت. وعندنا زيد شراكه مع ان ريزو اورو ميديترانيا اللي هو يخدم على معناها تو سكي امباور مثلا لي فام انتربرونور، واللي باش نعملوا قاعدين نعملوا معاه في برنامج للعبيد اللي يشاركوا معنا كذوما الكل كيفاش نجمو نعملوا لهم اون مونتي اون كومبيتونس ونعطيوهم ان اكسي مارشي على كلا ريجون اوروبي الكل. دونك فوالا معناها فما برشا حاجات حلوين معناها اللي جايين في في البرنامج هذايا. وكذلك علاش حبيت معناها كنجو فيها نابيل لبعثات المشاريع نتاع لا ريجون نتاع لوكابون باش يكونوا معنا وزين وباش يشاركوا في المسابقه هذيا. هي معناها التسجيل في المسابقه هذيا فتحتوه من مده ومازال متواصل، لذلك ثم اجل ظهر لي لنهايه التسجيل هذا حتى ال 29 جانفي. 29 احناها في 1 ديسمبر والاول وبعثات المشاريع بداوا يشاركوا وحتى 29 جانفي كيفاش يبدا كمفتوح على السيت fft.lemanager.tr. دونك المسابقه باش تكون في مارس اول مارس اي او لو 1er مارس ان شاء الله لا سيريموني دو رميز دي تروفي بي جو فيها بيان سور des capitaines d'industrie, des investisseurs, des banquiers. On inshallah merci مدام سهر. ان شاء الله مدام سهر قداش وصل عدد المشاركين تو عندكم فكره؟ شفتوا قداش المشاركين تو؟ اون على ابري 55 كانديداتور. تري بيان، دونك ان شاء الله يزيد العدد نتاعهم مع خاصه النساء في كابون. دخلتوا 90 هكاك 90 فما عم خلطنا 100 كانديدات. تري بيان تري بيان. دونك نعاودوا نذكروهم مدام سهر. اي تفضل عندك اضافه؟ وي لا 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 جستو نعاودو نذكرهم بالسيت والموقع نتاع التسجيل باش ينجموا العباد اللي نسالي اول مره سمعوا fft.lemanager.tl قبل 29 جانفي. دونك بالتوفيق ان شاء الله، زاد نواكبوا السيريموني هذه مدام ونزيدوا نشوفوا ان شاء الله. نبعث لكم بيان سور ان شاء الله بحول الله. يعيشك فتحي يعيشك، ميرسي وميرسي الخاديو ميد للتشجيع نتاعها. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. احنا نشجعوا كل ما هو تشجيع للنساء خاصه النساء العاملات في كل القطاع والرائدات في الاعمال. يعطيكم الصحه، شكرا لك مدام سهر مشري خرات مره اخرى على التدخل نتاعك. احنا نرجع ان شاء الله في
الساعة الثانية من موج تصبح. تسمعوا بعد شوية تقطوقة اللي انتم اخترتوها لليوم، قبلها تجيكم هدى في موجز الحداش. ما تنساوش تكلمونا على 72 328 500، هذا الرقم متاعنا الوحيد اللي تنجموا تكلموا باش تشاركوا وتربحوا الكادو اللي يستنى فيكم لليوم. نعود نذكرهم اللي هو